بداية من شهر 8 وفصل الشتاء كله، في آلاف الطيور المهاجرة اللي بتسيب أوروبا وبتعبر البحر الأبيض المتوسط كله في طريقها لجنوب أفريقيا، وبالطبع من أوائل الدول اللي بتكون في استقبالهم دول شمال أفريقيا ومنهم مصر. زي ما ملاحظين اللي قدامنا دوت شبك يا جماعة. أول حاجة بتقابل الطائر المهاجر من أوروبا، بيسيب البحر المتوسط وأول حاجة تقابله الشبك ده. ملاحظين شكله عامل ازاي؟ في الشهور دي يا جماعة من السنة الشبك دوت بيبقى موجود على كل السواحل المصرية، بالذات على البحر الأبيض المتوسط. يعني شايفين مربوط بأحكام ازاي؟ مفيش مكان على البحر دلوقت، بالذات المصايف المهجورة، مفيهوش شبك. النوع ده من الشبك يا جماعة بيصطاد أنواع من السمان البري والإمري المهاجر وطيور زي الهازجة والخديري والدقانيش، أنواع لا تحصى. إحنا عامة في عندنا في مصر أكتر من 500 نوع من أنواع الطيور المهاجرة. الشبك دوت بيصطاد أي طائر معدي قدامهم، حتى الجوارح العصافير بتشبك فيه، يروح الصقر شايف البتاع اللي شبك ده يروح نازل عليه وبالتالي يشبك هو الآخر. شايفين لون الشبك؟ لونه أبيض. الشبك دوت لسه جديد يا جماعة، وحتى ملاحظين أثار طيورها. المكان اللي أنا فيه مليان أنواع من الطيور، في أثار طيور وزواحف وكائنات ياما. الأثار في طريقها بتنتهي عند الشجيرة دي. إحنا في مكان يا جماعة قاحل ونادر لما تلاقي شجيرة، فالكائنات كلها من ثدييات لطيور وزواحف ما بتصدق تلاقي شجيرة زي دي تستخبى في ظلها أو إنها تعيش حياتها فيها بالكامل. يعني ممكن طائر يكون معتمد في حياته بالكامل على الشجيرة دي. يروح الصيادين عاملين إيه؟ زي ما لاحظتوا يجيبوا الشبك حوالين الشجيرة بحيث إن أي طائر داخل أو طالع من الشجيرة يشبك فيه. الشبك اللي قدامنا ده يا جماعة متهالك بقاله سنة، يعني محدش منتفع بيه من الموسم اللي فات، فالمفروض على الأقل بدل ما خلصت الموسم تشيلوا الشبك ده. ولكن اللي بيحصل إن أنا لحد دلوقت بلاقي طيور شبكة في الشبك القديم ده وبتموت مكانها، لأن محدش بيجي يطلعها. يعني هي ماتت ولا حد انتفع بيها، حتى الصيادين اللي هم بيصطادوا 3/4 الطيور المهاجرة اللي بيرجعوا لبحر أوروبا بيشيلوش الشبك مكانه والطائر بيموت. حتى الصيادين اللي أنا قلت عليهم مش بياكلوه، فيعني مات كده. المهم أنا نزلت بنفسي يا جماعة أدور في الشجيرة، ألاقي أي زاحف أو أي طائر تحت الشجرة دي أو تحت الشجيرة دي بمعنى أدق. ولكن زي ما انتوا شايفين هي كثيفة متشابكة جدا، يعني أنا مقدرتش أدخل بجسمي لجوه. ملاحظين كثافة شجيراتها؟ حتى حوالينا في آثار لقوارض زي الحمري وسحلية زي سحلية هدبية الأصابع. دي كلها كائنات بتعيش في نفس البيئة، وديت آثار طائر اسمه الزقزاق، نوع من أنواع الطيور المائية. فإحنا دلوقت هنلف حوالين الشبك بحيث نلاقي أي طائر ونشوفه بنفسنا هو بيبقى شبك إزاي. طبعا الشواطئ كلها بتبقى الشبك ده حرفيا على طول الشواطئ، زي ما انتم ملاحظين كده بيبقى فيه عصايتين طوال وما بينهم هما الاتنين شبك، واي طائر معدي خلاص. شايفين الحفرة دي؟ دي اللي بيدخلوا فيها العصاية القديمة دي. ولكن زي ما قلت الشبك ده لسه متجدد، شالوا العصيان والشبك القديم وحطوا الجديد. شايفين ودوت المكان اللي هو مكان ملائم جدا لصيد الطيور عامة. الطيور بتبقى موجودة في أماكن كتير في مصر، ولكن البحر المتوسط بيبقى هو أفضلهم، لأن الطيور بتبقى لسه جاية ومرهقة وسهل جدا إنها تقع في أي مصيدة. يعني أنا بكون قاعد ساعات وألاقي الطير جه يستريح جنبي ومش خايف من كتر ما هو تعبان ومرهق. ملاحظين ده يا جماعة؟ أدي أول طائرة. شايفين شبك إزاي؟ الطائر دوت يا جماعة نوع من نوع الكوبرا. الكوبرا فيه منها أنواع ياما في مصر، منها المهاجر ومنها المحلي، ولكن النوع ده اسمه كوبرا قصيرة الأصابع، من الأنواع المحلية.
بتعيش في دول البحر المتوسط، تحديدا في شمال افريقيا وتركيا وشبه الجزيره الايبيريه في اسبانيا والبرتغال. انا بحاول اطلعها من الشبك ولكن الموضوع صعب جدا بصراحه. انا فضلت اطلعها في الشبك يعني حوالي يجي ساعه. شايفين ماسك على رقبتها ازاي؟ هو حرفيا لو محدش لحقها ممكن تموت. شبك فيها بطريقة غبية، مستحيل تعرف تطلع نفسها، يعني أنا ذات نفسي مش عارف أطلعها بسهولة. يعني أخيرا طلعتها بعد عناء يا جماعة. أنا دلوقت هطلقها تاني، ها وقفت على الأرض من كتر الإرهاق. شبك التاني مفيش فايدة، حتى لو أطلقتها تاني هتشبك تاني، الشاطئ كله مليان شبك. عامة الطرد يا جماعة برضو غير مهدد بالانقراض، ولكن لو استمرنا على الحال ده هينقرض زي غيره من الأنواع التانية.